شلون عبد العزيز؟ اي عبد العزيز؟ عبد العزيز ما غيره. اي عبد العزيز؟ اي عبد العزيز؟ ما ادري عنه بس ليش تسال؟ باوي. نعم. سجل الكلام اللي سمعته؟ انا ما ادري شنو الكلام اللي سمعته. بس اللي عارفه انه مو صدق. يعني تدري ان انا قاعد اتكلم عن منو؟ لا ما ادري. بس ادري اني واحده واثقه من نفسي. وانا اللي اتكلم عنك شقيت حلجه. زين تسوي. يستاهل. يعني تدرين شو بقال؟ انا اللي بطل حلجه ويتكلم عني بكلمه اقص لسانه. مضاوع انا اللي ضرار واللي يسلمك بس. انا ما صدقت الحكي اللي قال عنك. انا واثق بتربيه خالي، انا رابي وياك وانت بنت خالي، لكن ما احب احد يجي بطاريك. دامك واثق هالكثر ليش تسال؟ لاني بعرف شنو العلاقه اللي بينك وبينه. واحد وشفته في صدفه، صار بيننا كلام وكل واحد راح بطريقه. الناس تبي الشارع، كلام الناس ما يرحم. الناس كيفهم؟ ناس مرضى؟ عشان كذي الواحد لازم يحافظ على روحه ويصون نفسه. وانا محافظ على نفسي. وانا واثق فيك، لكن مو واثق من اللي حولك. دامك واثق فيني لا تخاف علي. ما احب احد يطاريك. ما حد يطاري غيرك. لان بس انت اللي في بالي. حاتيك وانا هناك ابي اطمن عليك. في هذه لا تحاتي، تربية جبر ونوار. والنعم في جبر وفي نوار وفي جنتي. طلال، طلال، زين وبعدين؟ وبعدين الحياة ما بتمشيش على خط واحد، يعني مرة فوق مرة تحت مرة في النص. تحكميش عليها بسرعة كده يا سري. يا صفية أنا ما زوجتها عشان أنساها. مو معقولة لا تسأل ولا تزور ولا تقول لي وينه. تدري أنا متأخر مرة شفتها لما رجعت من شهر العسل، وبعدين يمكن كلمتني بالتليفون مرة مرتين أتصل فيها كل جهازها مغلق. يمكن مشغولة مع سي طلال بتاعها. حتى لو مشغولة مع طلال يا حافظ ما تقول ولا هت على أمي ولا هت على أخوالي أسأل عنهم. أول حتى قبل الحلقة أدق علي وتقول لي سويتي كذي وكذي وتعطيني توجيهات. ما تسأل. آخر مرة شفتها تدرين شلون كانت؟ حسنا بدودها مسبها. ما هي سبق الأولية، ما هي سبق اللي ربيتها. مو هنتي ربيتيها وجوزها دلوقتي بيكمل تربيتها. ويلي يرحم والديك. سبق يكمل تربيتها، سبق تربي ديرة. أيوة تربية الزوج غير تربية الأم. هي دلوقتي أكيد هتسيبه يربيها بمزاجها. والله شلون يقول لها انسي أمك؟ مو معقولة يا صري. أنت بكبر الموضوع. وبعدين يا ستي بسيطة، كلميها قولي لها تعالي يا حبيبتي عايزة أشوفك. صدقيني يا صري كلهم كده في الأول، أول ما يتجوزوا ينسوا حبايبهم عادي، وبعدين هيرجعوا يا أختي عادي خالص. يا حسرتي الحين هي قاطعة عيال لويونها عيالش بتسوي بتهجرنا مرة واحدة. لا يا أختي اطمني، لما يجيلها عيال إن شاء الله هتشوفيها كل يوم عندك عشان تساعديها في تربية العيال. واي شامبخت يا صفية. أربع عيال سبق. واي أنا صدق. أيوة كده فكيها وتحكي شوية. أقول وشنا يقولون ما أعز من الولد إلا ولد الولد. بس ما يكون قاطع الولد.
طلال طلال بس هذه حالتنا معك يا صفية، غدانا ايه وعشانا ايه؟ طب اعمل لكم ايه بس؟ ملينا ملينا. طيب صدقين هذه سبع تونا نطريها. طب ردي عليه قولي لها انك زعلانة منها. ويش حققتها؟ الو هلا يما. هلا يما. يا هلا يا بعد صوتي هالصوت، ايش فيك يما؟ كنا ضايق خلقك. لا يما ما فيني شيء، توني قاعدة من النوم. ويا عليها نومة العافية، ومتى نمتي؟ مغرب، أول ما رديت من الجامعة حطيت راسي ونمت. أي يمه، هذه عسارة النوم. شو أسوي يمه؟ الصبح بالجامعة ولما نرجع كله نايمة، أكيد بستعسر. وينك يا يمه؟ إيش دعوة يا حافظ؟ لا تدقين ولا تسألين ولا تقولين ولهت على أمي. حبيبتي يمه قاعد أقول لك بالجامعة، وبعدين أنا ما عندي سيارة، طلال هو اللي يوديني ويجيبني. يا يمه قولي لي أنا أمر آخذك. طلال بيسافر، إن شاء الله أول ما يسافر راح يقعد عندكم. ويا بختنا، هذه الساعة المباركة يا يما. يما فراشي للحين موجود؟ أكيد يما موجود، ولا راح يتغير، وينطرك بأي وقت وأي حزة. خلاص عيل، ذهبوا لي لأن راح يقعد عندكم أسبوع. وايد وايد ونسني يا بر. والله يا يما أنت اللي ونستينا، خلاص عاد خلونا ننسى اللي صار. يما الحمد لله الحين كأنت أخذت بنته، عرفت شلون؟ وزواج مريم يوم الخميس، وإن شاء الله يعزمونا. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله بعد تدقين علي وأنا هناك مسافر وتطمنيني وتبشريني إن أمي مضاوي كلمتك وكلمتيها. والله ودي يا مرة يقطع عمي زينة، هذا أمي مهما كان لو تطقني لو تسبني لو تطردني أظل أبي رضاها. زينة مش شلون صار اللي صار؟ أنا ودي بس أعرف. سلامتك، ببساطة أنا اخترت شخص وأنا مقتنعة فيه وهم مو مقتنعين، بس يسلمك سلمك ذرة ما بي أتكلم بهالموضوع. ممكن زين خلاص بس من الموضوع ما نبي نتكلم فيه. قولي انت شو اخبارك؟ انا تمام يما. ما تدرين ليش خالي جبر قاعد يتردد وايد عندكم بالمحطه الايام اللي طافت؟ لا لا ما ادري ليش صراحه. يعني ما سمعت انه راح يشتري اسهم بالمحطه؟ لا والله ما سمعت، بس استغربت اني شفته اكثر من مره. بس انا اللي اعرفه انه كان ناوي يشتريها، عشان كذي قاعد يتردد وايد عندكم بالمحطه. أنا أقول ليش قال لي إذا بقيتي أي شيء كلميني؟ يمكن يبي يتوصل فيك. يمكن جبر يحب ينوع مشاريعه. قصدك يحب يغامر، يغامر وايد، وهو أكثر مجال فالح فيه ويعرف العدل مجال الفنادق. أمو ما ترى ولي هو ما له علاقة بإدارة المحطة أو شراء أسهم، بس اللي يديرونها ناس مختصين. يمكن أنت اللي تديرينها. لا 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 أنا ما أقبل، لأني ما أصلح. شلون خالتي صفية؟ هلا يا بابا. هلا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا هلا. هلا يا أمه. شلونك طلال؟ تمام الحمد لله. الله يخليك. يلا حبيبي بدله بسرعة عشان تقدم. إن شاء ترى انا مسافر باريس. بروحك؟ اي جاي اخذتك معي بس دراستك حسافه. تقدرين تاخذين اجازه اسبوعين؟ لا طبعا وايد اكيد ما اقدر. عمي ودي شو يجيبك. اي احد يوديني مو مشكله كبيره. زي ما تركي من السائر ان شاء الله. ترى ما عندنا سايق. لا انا قصدي سايقنا. ان شاء الله. وش فيش تكلمين شي مطرف خشمك؟ لا
لأنك أنت طلال صاير تدقق بأشياء صغيرة. مو مشكلة. المهم تبي تروحين روحي، من تراحي أحسن بعد. إن شاء الله. تامر على شيء بعد؟ هي بيش تسوي جنطتي. متى مسافر؟ بعد يومين. إن شاء الله.